صباح الخير عليكم البنات، كدير لاباس عليكم؟ كدير مع الصحه؟ ما شاء الله تكونوا كاملين بخير وعلى خير. قبل ما نبدا الفيديو كنبغي نشكر جميع الاخوان والاخوات خلاو لي تعليق زوينه في الفيديو ديال الاسبوع، شكرا لهم بزاف. اليوم ان شاء الله غنديروا لي بومب دامور، نكتشفوها شنو هما لي بومب دامور، كيجيو رائعين البنات، ونقدروا نديروهم صغيورين ثم نديروهم مع نقدموهم مع لي سواغي. اول حاجه البنات غنبداو بعجينه الصابلي. بالنسبه لهاد العجينه غنحتاج واحد 90 غرام ديال الزبده، عندنا 70 غرام ديال السكر كلاصي، وعندنا واحد بيضه و 175 غرام ديال الدقيق. نبداو على بركه الله بباط صابلي. اول حاجه البنات غنديروا الزبده. بالنسبه للزبده البنات اللي خدمت بها، هذه زبده ديال البواط، وزيت معها شويه زبده عاديه، يعني خلطه. تقدروا تخدموا بزبده عاديه كان من الاحسن، والزبده ديال البواط هي كيجي فيها بات صابلي زوين. ناخذوا السكر كلاصي، ضروري تغلوا بنا السكر كلاصي. وتقدروا البنات هاد المقادير ديروا في العجانه، انا بما ان المقادير قليله فقط غنخدمها بيديا. غادي نخدموا السكر كلاصي مع الزبده، تيولي بوماد. هانتوما البنات تتولي لنا بوماط. اخص بالديك تبارك الله كلشي كيعرف عجينه الصابلي، ولكن كاين المبتدئات مع الحاسون دغيا كذوب الزبده. في هذه الحاله غنضيف البيض. المهم البنات انا ضفت واحد قريصه ديال الملحه فقط باش تذوب لنا الصابلي. دونك دابا غنضيف البيضه صافي. بالاخير غنضيف الدقيق. الدقيق البنات هو غادي نغربلو. هي المقادير البنات فيها 175 ديال الدقيق، ولكن انا ما غاديش نغنى دفعه واحده لان تيبقى ثاني على حسب الدقيق. ليسونسييل ان العجين تجمع لينا، العجين بقى جاهز. دونك غادي نديرو الدقيق كامل. دابا غنجمع هاد العجين، ندير بلاستيك، ندخل الثلاجه واحد ساعه في المكان. قبل ما ندير البنات العجين في الثلاجه، بدينا جاه بات صابلي ان العجين ما خصهاش تكون تلصق، وفحال ما كتو كتلصق فقط زيدو غير شويه الدقيق. المهم تاكدوا بان ما كتلصقش ليكو في يديكم. صافي دابا غنديرو في الثلاجه، ديرو بلاستيك غذائي، وغنمشيو نوجدو الكريمه ديال الحامض. وقبل البنات ما نوجدو كريمه ديال الحامض، غنوجدو كريمه ديال اللوز. غنحتاجو في المقادير 135 غرام ديال الزبده اللي ذوبتها عادي البنات، ماشي نوازيت فقط باش كيتحيد لها داك الحليب. عندنا 105 غرام ديال البودره ديال اللوز، و75 غرام ديال السكر كلاصي، و135 غرام ديال بياض البيض، وعندنا 60 غرام ديال الفورص. نبداو البنات بالطريقه. اول حاجه غناخدو بياض البيض والسكر كلاصي وغادي نطيبوهم تيولي لنا بحال الثلج. كنا ناخذ بياض البيض اللي هي 135 غرام، وعندنا 75 غرام ديال السكر كلاصي. المهم البنات طلبنا السكر كلاصي مع بياض البيض وبحال الثلج. ها هو الشوشك ديالو دقيق، وغنخلطو مع اللوز بودرة ديال اللوز. دابا هاد الحال مغربلين، انا غادي نسد البنات غير الدقيق، نخلطو هاد العناصر حتى ينسجمو، عاد غنضيفو بياض البيض على السكر كلاصي. دونك تحت الفوق غتبقى لينا الزبدة حتى الأخير دائما البنات من تحت الفوق. هنا غنضيفو كيما قلتلكم الزبدة، غندير دفعة واحدة وغنحاول نخلط حتى ينسجم ليا الكل. شوفو البنات غندخلو الثلاجة، بعدين غادي نسرح العجين. المهم البنات بالنسبة للساحق اللي غنخدم بيهم هما هادو، غنديرهم كبار شوية. هنايا 6 سنتيم القطر ديالو، هنايا 4 سنتيم. وتقدروا البنات غادي نخدمهم إلا بقات العجينة غنخدمهم حتى في لي ساحق الصغار، وانتوما خدمو بلي ساحق اللي عندكم. العجين هاهي بعد ما خديتها ساعة المادة في الثلاجة، وتقدروا تبيتوها ليلة كاملة. العجين تقدروا ديرها بين بلاستيك، جوج بلاستيكات، أو كديرو باكي كوسة. كان البنات هنا كنجيب لي الساحكل كنحطهم على هذا الشكل، بدا حتى وحده نحط هنا، كنحط واحد حتى واحد. هذا غناخذ به لابار ديال السنطه كيفاش غتكون. كنجيبو السنطه ديالنا، كنتقطع ماشي مشكل، كنبقى نلصقها بالجناب ديال الساحكل.
هاولا بنات هاد السميطان اللي كديرو جناب تلصقو مع العجين اللي بعد ديال السهتان كنحيدو الفائض ديال العجين الموس وقاي قصي على البنات ديال السميطان. هانتوما البنات بعد ما كتكملو كتلبسو السهتان بالعجين كترشو واحد شويه دقيق فوق الخامه صافي بحال هكا تعاودو تفيني لي طاحت من تحت. هانتوما كتاكدو ان نعاودو واحد اخر واخا تكون باقا ما شاداش مزيان كنرش شويه دقيق هنايا وكنحاول فينيا تاني من الجناب نكونوا متاكدين بان الساكت لبس لينا كله بالعجين. هنا البنات غادي نكمل العجين ونتلاقى معكم. انتما البنات دابا كملت لي طارت غادي ندخلهم الثلاجه. انا غالبا ما تدخلهمش الثلاجه مباشره كنعمرهم وكنطيبهم. دوك البنات دابا الحال سخون العجين بعد ديال بات صابلي بحال المهم تاخد شويه. دوك في هاد الحاله غندخلهم الثلاجه حتى يقصحوا شويه ونتلاقى معاهم باش نعمرهم نتلاقى معاهم ونتلاقى وتلاقى معكم باش نعمرهم ندخلهم الفرن. المهم البنات بالنسبه للعجين اللي بقات ليا غادي نلبسوا هاد لي ساكل الصغار. هادو هما اللي قلت لكم البنات كيمشيو مع لي سواري يجيو رائعين البنات. انا البنات غادي نلبسو بنفس الطريقه اللي لبس لي ساكل الكبار. او اي حاجه تبغوا نوضحها لكم البنات بالنسبه لهاد لي ساكل الصغار فقط كنلبسو الساكل بالعجين ما كنحتاجوش اننا نرشو الدقيق. دائما البنات الجناب كيكون رقيق. كريمه البنات بعد ما بردت ليا دونك دابا غنديرها تجي بحال وهمي. بالنسبه للفرن البنات شعلته دابا نجيب هاد الطاحت ونعمر هاد الكوب ونعمر. هتحاولوا البنات طلعوهمش حتى الفوق لان بغيت نفخو. صافي دابا البنات غادي ندخلو لي طاحت ديالنا نتلاقاو ان شاء الله بعد ما يطيب. دابا البنات غنمشيو نوجدو كريمة ديال الحامض. الكريمة البنات من ألد الكريمات تقدرو توطفوها في لي طاحت لي كيك لي كاب كيك كتجي جد رائعة. غنحتاجو في المقادير ديال هاد الكريمة عندنا 50 ملل ديال عصير الحامض، عندنا 25 ملل ديال الماء، عندنا 50 غرام ديال السنيدة و 100 غرام ديال الزبدة، زبدة البنات سبيسيال. عندنا كذلك هي نفس الوصفة غير أنا قسمتها لكم البنات، دونك ملي غادي نبدا الطريقة غادي تفهمو علاش قسمت لكم. عندي 45 غرام ديال السنيدة، وعندي 30 غرام ديال بودرة ديال باتيسي كريم باتيسيا، يعني جوج معالق 30 غرام، وعندي جوج بيضات. نمشيو البنات الطريقة. أول حاجة البنات غناخدو سنيدة، هادي السنيدة الأولى البنات اللي هي 50 غرام ديال السنيدة، وعندي هنا 50 ملل ديال عصير الحامض، وعندي هنا 25 ملل ديال الماء. هادو البنات غنديروهم فوق البوطة. كما كتشوفو البنات هنا حطيت الكاسرونة ديالي فوق النار، غنتسنى حتى تسخن. وفي الزيافة غناخدو جوج بيضات، غنضيف ليهم 45 غرام ديال السنيدة وجوج معالق ديال الكريم باتيسيير اللي هي 30 غرام. هاد العناصر الفول هنا كما كتشوفو البنات هذا الحامض والماء والسنيدة بعد ما سخنوا ليا. دونك دابا غادي نستعن يعني بالصفاية لأن كتعرفو الحامض والقشرة ديالو. هانتوما البنات لأن هاد الكريمة خاصها تجينا ليس صافي نخلطو ونرجعو كلشي لكاسرونة ونديرو فوق البوطة حتى يعقد ليا. هنا البنات كنبقاو يعني كنبقاو مستمرين في التحريك. ضروري البنات تبقاو حداها وما توقفوش عن التحريك. كما كتشوفو أخواتي الكريمة هاي بدات كتعقد. صافي بعد ما عقدت صافي دابا غنحيدها من فوق النار. دونك دابا البنات ندير الكريمة زلافة وغنضيف ليها 100 غرام ديال الزبدة. أو البنات تقدرو ضيفو حتى روح الحامض باش كتزيدوها لذة. البنات من الأحسن تستعنو بالخلاط الكهربائي باش تجيكم الكريمة ليس. هانتوما البنات شوفو الكريمة كيجي فيها تالا بغيونس كتجي رائعة الكريمة. غادي إن شاء الله تجربوها تولي معتمدة. دابا البنات غنخليو الكريمة تبرد نغطيو فيلم أليمونتيغ وندخلوها تبرد في التلاجة ونتلاقاو. البنات حاولوا فيلم أليمونتيغ ديرو مباشرة فوق الكريمة على هاد الشكل. كما كتشوفو البنات ها لي طاحت بعد ما طابو لينا. ضروري البنات من تيطيبو يعني كيتحمرو من الفوق كتحيدو الساكل يعني كتحيدو الساكل من الجناب وتخليهم عفوا يتحمرو ليكم من الجناب. ضروري البنات يتحمرو من الجناب هادو الصغيرين. ودابا البنات نمشيو لافينيسيون ديالو. دوك البنات الكريمة كنديروها في جيب حلوالي
يعني كتختاروا اي لادوي كتخدموا بها وكنزينوا على هذا الشكل. صافي غادي نرش واحد شويه السكر كلاصي وها لي بوم دامور. هاد الصغيوين غندير لهم واحد لادوي انا نوريكم. هاد الصغيوين غندير لهم هاد لادوي سامبل. هانتوما البنات لادوي هاهي وريتكم لادوي الصغيره اللي خدمت بيها. ناخدو شو الشكل ديال البنات عاودو واحد اخر. كما كتشوفوا اخواتي هذا هو الشكل النهائي ديال لي بوم دامور. نتمنى انهم يعجبوكم ولا عجبوكم بارطاجيو مع العائله ديالكم اصدقاء. وما تنسوناش البنات لايكات لايكات وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل ما هو جديد. وبالصحه والراحه الى فيديو قادم ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.